يا رب يا مسهل، يا رب يجي بحاجة كويسة، يا رب يجي حاجة كويسة. اوكي اهو، طمني خير، عملت ايه؟ طمني، نجحت ولا ما نجحتش؟ نجحت الحمد لله. الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد والشكر، اشهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمد رسول الله. استنى بقى عشان ما تشلش وانا واقفه. ايه راح فين؟ جبت كام؟ انا نجحت. جبت كام؟ هتعرفي احسن حاجه، نجحت بس كده. ايوه يا حبيبي، عشان نعرف مستقبلك القادم شكله ايه، دخلت هتخش ايه، هتروح فين بتعيش. ابنك نجح، وبعدين المستقبل بقى خليه ليا. بس رفعت راسي؟ رفعت راسي كام بقى في المية؟ اقول لك بقى، 52.5%. كان جبت كام؟ كان 52.5. 52.5%؟ اه ده جبتها ضربات جزاء دي ولا ايه؟ ايه ال 52.5% دي؟ ودول هيدخلوك فين يا حبيبي دول؟ يدخلني بقى اي يعني دخلة. التنسيق لما يجي لك تكتب الرغبات ايه؟ الستر والصحة ولا نكتب ايه؟ تمام، انا نجحت. بدل ما تقولي لي مبروك جات زي ايوه كده. مبروك على ايه؟ مبروك على ايه؟ دول هيدخلوك فين؟ هيودوك فين؟ هيوديني مارينا بقى الغردقة. انت بتقلبوا ده يا ده؟ انت بتضحك؟ ده هيودوك الحمام اول ما ابوك يعرف المجموع ده، هتخش الحمام من كتر الناس المعويه اللي هتجيلك. يا نهار ازرق ومنيل على المجموع. ما تقوليش لبابا، قولي له بس انا نجحت وخلاص. خالتك خالتك هتسال عن المجموع قبل ما تسال اذا كنت نجحت ولا سقطت. ما تقوليلهاش بس. اقولهاش؟ انا حاضر يابا، مش هقولها. قلب نجح، جاب مجموع كبير قوي قوي ما شاء الله، هيدخله يعني هيدخله الجنة كده من غير حساب. الحمد لله الحمد لله نجح، بسم الله ما شاء الله. البيه ابو 52% قاعد بياكل ويشرب ونفسه مفتوحه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يفتح نفسك كمان وكمان. ماما وانا 52.5%. 52.5 يا ماما، شرفتني. ايه ماما، مش هتلفي عليا في كل بسم الله ما شاء الله. البيه ابو 52% بيشرب زينا كده ونفسه مفتوحه، بسم الله ما شاء الله. 52.5. 52.5؟ والله يا واد انا متفائله بيك. تعالى يا جماعه يا حبيبي، بسم الله. رفع، انت عارف اقسم بالله رفع راسي. هنقول لابوك ايه؟ هنقول لابوك ايه؟ ده شويه وخمس دقايق وداخل علينا دلوقتي وانا مش عارفه اقول له ايه. ده صرف دم قلبه عليك. نجحت. مفيش حد يا بابا، يابا مفيش حد بيقول اصلا في ثانويه عامه نجح ولا سقط. اول ما بترد التليفون يقول لك جاب كام؟ محدش. 52.5. يا ابني ده كان متعشم يا ابني، تخش طب وسياسه واقتصاد او ده او ده، يعني مش عارفه. ضيعت مستقبل ابوك، العشم اللي ابوك كان متعشمه فيك راح راح. قولي له قولي له نجحت فيها. نجحت نجحت. ابوك جه. الله اكبر الله اكبر. شوف انت داخل بالمصلية وقلبك متشرح وابيض وزي الفل كده، ابنك رفع راسك رفع راسك. طلع لابوه طبعا طبعا طبعا. انا عيالي طالعين ليا. من شبه اباك فما صار. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. الحمد لله رب، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ربنا بص، ربنا ده كريم كريم كريم. طمنيني بقى، طب ولا سياسة واقتصاد؟ الحمد لله ربنا كريم. الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب. اتصل بعمامه، اتصل بعمامه بقى اطمن. لا هم هيتصلوا دلوقتي ما تقلقش، ده اللي ما بيسالش علينا من سنه هيسال النهارده. اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين. يا في الشهادات يا كنكبوس. اه والله بركه دعائك ان شاء الله. طب بركه الدعاء ان شاء الله. طب او سياسه واقتصاد. سياسه واقتصاد اه ان شاء الله. يطلع يا اما سفير يا اما جراح زي مجدي يعقوب. جراح. لما يطلع جراح زي مجدي يعقوب. لما يطلع السفير. ايوه. ويمثلنا في 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 هو من في في الخارجيه. هيمثلنا يا اشرف، وهو هيمثلنا ابنك يعني بسم الله ما شاء الله. فخر فخر العرب. طلع لابوه. فخر العرب. طلع لابوه. الحمد لله. انت فاكره ايه؟ الحمد لله. واللي جنني يعني، شوف سبحان الله، الواد كان واثق من نفسه. كل ما اقول له يا ابني خش ذاكر يقول لي يابا ما تقلقش. لا والمصاريف بقى، المصاريف ما اقولكش، ده انا خلاص بقى ما تفكرنيش بيها. مش هفكر، بس بعرفك ان مجهودك وتعبك وشقاك ما راحش هدر. لا ان شاء الله بقى ايه، نجيب له هديه حلوه كده. ها
اجيب له السماعات بتاعه الدكتور والروب بتاع الدكتور. استنى بس اما نملى الرغبات الاول يا شوف وبعدين نبقى. طب مش مشكله لو بنجيب له بدله سموكن حلوه ليه لوزاره الخارجيه ان شاء الله ان شاء الله. يلا جاب كام بقى؟ الحمد لله رب العالمين ابنك رفع راسك جاب اللهم صل على النبي 52.5%. 52.5% ده ايه ده بالدولار دي ولا باليورو ولا بايه بالظبط مش فاهم. دي عمله جديده. ايه 52.5% دي ايه؟ ده المجموع بتاعه. ده المجموع بتاعه؟ وبتزغرط وانا داخل؟ الحمد لله يا شيخ. الحمد لله يا شيخ احنا كنا لاقينهم، الحمد لله ان هو خرج. وهيدخلوه ايه ده؟ هيدخلوه كليه ايه دي؟ مش مشكله يخش كليه ايه، المهم ان هو خرج من ثانويه عامه، يدخلوه بقى مهما يدخلوه مع اي حته. المهم ان هو خرج، وفر علينا بقى سهر الليالي والدروس والبلاوي انت مش فاكر شكلك كان بيبقى عامل ازاي وانت بتطلع الفلوس الخصوصيه والدروس الخصوصيه يعني اروح اقول لعمامه انا المهم عندي ان ابني خرج من ثانويه عامه؟ ده بركه، ده يحسدوك عليها. الحمد لله. 52% ده يدخلوه المعهد العالي للسلك السلك الكهربي. بجد؟ امال ايه؟ وهيطلع ايه بقى؟ هيطلع واحد بيمسك سلك لاي مهندس كهربائي جنبه. الله اكبر، ده نعمه وفضل. من احنا هنطمع يا اشرف، احنا هنطمع. حلو يعني انا كنت انا كان نفسي ابني يخش السلك الدبلوماسي، يدخل السلك الكهربائي. هيمشي عليه بقى وهو جاي. انت بتضحكي؟ وهو ماسك السلك يا اشرف، هيعدي على السلك الدبلوماسي، هيمشي كده ويفضل يعمل، هيعدي على السلك الدبلوماسي. 52.5%؟ الحمد لله احمد ربنا، غيرك غيرنا مش لاقيهم.